السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله ويانا في لقاء جديد ومتجدد من حلقات برنامج الفجيرة تجمعنا، حيث ننقل لكم كافة الأحداث والأخبار في إمارة الفجيرة وما حولها. ومن عناوين حلقتنا لهذه الليلة مشاهدينا الكرام، دور برنامج سفراء الهوية الوطنية وأهميته في تعزيز الهوية الوطنية لدى أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، كما سنتعرف معكم عن انطلاق مسابقة الذكاء الاصطناعي لطلبة المدارس 2023 والتي كانت بتنظيم من جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة، وسنبحر مع كاتبة شابة حيث ترسم أحلامها وتخترع أفكارها الخلاقة ببراعة منقطعة النظير، وحوار عن أبرز إصداراتها أيضا ومشاركاتها الأدبية. وفي عالم اللغة العربية سنكون في حديث شيق حول تعلم وتعليم هذه اللغة العريقة لغير الناطقين بها، بالإضافة طبعا مشاهدينا الكرام إلى العديد من المواضيع والتقارير المنوعة حول آخر الأخبار والمستجدات التي سنوافيكم بها هذا المساء. وبداية مشاهدينا الأعزاء، وضمن فعاليات ملتقى في مسافي فنان والتي نظمها مركز مسافي الإبداعي وبالتعاون مع عالم لفطيم وأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، تم تنظيم ورشة فضاء في حقيبة. سنستعرض وإياكم مشاهدينا أجواء هذه الورشة من خلال التقرير التالي، فلنتابع معا. اختتمنا اليوم موسم الفنون في مركز مسافي الإبداعي بورشة فضاء في حقيبة، اللي ابتدأناها بقراءة قصة عن الفضاء بعنوان دفرنتوتا، واللي تعالج قضية التسامح والفضاء والاختلاف. استمتعوا الأطفال أكيد بصناعة الحقائب الخاصة فيهم، حقائب قماشية لونوا عليها وزينوها بثيمة الفضاء اللي كانت عنوان الورشة. الموسم الفنون كان عبارة عن موسم امتد على مدى 4 أيام في مركز مسافي الإبداعي. تنوعت الورش فيه ما بين ورش صناعة حقائب أو تزيينها، وأيضا قراءة قصص عن قضية التنمر، وابتدت بصناعة الشخصيات ورسم الشخصيات القصصية، وأيضا أكيد استمتعوا الأطفال من طلاب وطالبات من مدارس الفجيرة. عالم فطيم هي منصة تهتم بإثراء المحتوى العربي في مجال تيسير اللغة العربية وتعليم الفنون والأشغال اليدوية. اليوم نحن انتهينا من موسم الفجيرة للفنون، وأكيد عندنا مجموعة من النشاطات اللي إن شاء الله راح تستمر في تعليم الفنون والأشغال اليدوية للأطفال. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد في عالم مليء بالحكايات الفريدة. يتجدد لقاءنا اليوم مع كاتبة صغيرة تتلألأ بروح الإبداع والتفاؤل، لتتألق هذه الشابة كفراشة بين صفحات الكتب، حيث ترسم أحلامها وتخترع أفكارها الخلاقة ببراعة منقطعة النظير. دعونا نبحر قليلا في عقل هذه الكاتبة الصغيرة لنرى روعة الأحلام والأفق المستنير في فقرة مجلس الدار. نعم مشاهدينا، رحبوا معي بالكاتبة هند مصطفى زهرة. أهلا وسهلا فيك يا هند. أهلا وسهلا، نورت البرنامج. شكرا، بنوركم يا رب. الله يسلمك. في البداية، ما هي اللحظة التي شكلت بداية هند مع اللغة العربية، وكيف أيضا كانت بداية شغفها بالكتابة؟ كانت بدايات حبي للغة الضاد منذ الصغر،
كنت أتخيل أني مدعوة على شرف اللغة العربية. استصطف أشهى أنواع الأطباق حيث السجع والطباق والجناس والمقابلة، وأروي عطش فؤادي من كأس كان مزاجها فصاحة وبلاغة وبيان، عينا فيها لا تنضب من الإيجاز ولا تخلو من الإعجاز. اللغة العربية كانت الأخت والصديقة والأم لي منذ الصغر، ترعرعت في كنفها وكبرت على حبها، وها أنا على طريق الإنجازات، بدأت فيها بشغف كبير، وأنا ما زلت مستمرة في ذلك ولن أتخلى عنها مهما طال الأمد. ما شاء الله عليك، أنت يعني قدمتي أو جاوبتي على هذا السؤال وكأنك تقدمي قصيدة حقيقة في اللغة العربية. بارك الله فيك، يعطيك العافية. طيب، أنت بدأت الكتابة والتأليف بسن صغير وأصدرت كتاب على شرفة الأمل نحتسي الحياة، جميل عنوان هذا الكتاب. حدثينا عن موضوع ومحتوى هذا الكتاب. نعم، كتاب على شرفة الأمل نحتسي روعة الحياة، كتاب صغت فيه كل ما جل في ذهني من أفكار وخواطر وخبرات، هي نصوص نثرية خططها يدي عبر الزمن لتتحول إلى كتاب. كتابات تجعلك تسترجع شريط الحياة لتبحث عن موقف في حياتك مشابه لما كتبت. في كل مرة تعود إلى النص الذي لامس روحك لتتمعن فيه أكثر وأكثر، فتجد نفسك عالقا به لا تستطيع التخلي عنه. نعم، جميل، ما شاء الله عليك في سن صغيرة وتحاولين الكتابة لتصلي لما يشعر به الأشخاص من خلال هذه من هذا الكتاب، من خلال هذه الإصدارات أكيد. طيب، العنوان حقيقة أنا شدني عنوان الكتاب على شرفة الأمل نحتسي روعة الحياة. سبب اختيارك للعنوان هذا الكتاب وشو اللي خلاك يعني تأخذي مواضيع تلامس المشاعر وتضعيها في هذا الكتاب وكتبتي هذه النصوص الجميلة؟ أنا قريت منه شوي لأن أنا سبق ووصلني هذا الكتاب أكيد، فجميل هذا الكتاب. أعطينا أول شيء السبب في اختيارك لعنوان هذا الكتاب. سبب اختيار عنوان هذا الكتاب أن أخبر القراء شيئا لطيفا عن الحياة. عنوان الكتاب يدل على محتوى لأعطيهم أن هذا الكتاب سيجعلكم على بصيص الأمل، ستقفون على أفق الأمل وستمشون إن شاء الله فيه. العنوان دائما أنا أرى أن العنوان هو ما يجذب القارئ، وعنوان كتابي كما قلت أغلب القراء يقولون عنوان الكتاب فعلا ملهم وفعلا يشدنا إليه، وهذا هو السبب. جذاب، نعم. غير ذلك أيضا هند، سبق وقلت لك أني قرأت بعض ما في هذا الكتاب، حقيقة تلامسين المشاعر وكأنك، أنا حسيت أنك أنت موجهة الكلام لي صراحة، فيعطيك العافية صراحة على هذا الكتاب. الرسالة اللي بغيتي توصلينها هند من خلال هذا الكتاب، ما هي تلك الرسالة اللي أردتي أن توصلينها للقراء أكيد؟ وددت أن أزرع الأمل في قلوبهم، أن أخبرهم شيئا جميلا عن هذه الحياة، وأن هذه الحياة مهما طال الحزن سيأتي الفرح، مهما طال رجاء الفرح ومهما تأخر ولكن الله يحب الصابرين. لا ييأسوا من هذه الحياة إن وقفت ضدهم، إن وقفت ضد أحلامهم، فالله سبحانه وتعالى لا يضع في صدور الناس آمالا وأحلاما كبيرة ليخذلهم في النهاية ويوجعهم بعدم تحقيقها، بالعكس فالله سبحانه وتعالى لا يكلف العبد إلا ما يستطيع عليه، الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم، صح، صدق الله العظيم أكيد. طيب، أنا دائما في مقابلاتي هند يكون عندي سؤال كذي دائما أطرحه، والسؤال هذا لي نية في طرح مثل هذا السؤال أكيد، وهو عن التحديات. دائما في مقابلاتي أسأل الضيف ما هي التحديات اللي، وذلك طبعا لنية أني أبسط الصورة أو أوضح الصورة، خلينا نقول إن صح التعبير، للسادة المشاهدين الراغبين مثلا في كتابة كتاب، في اختراع معين، في الدخول في عالم معين، فلحتى يتعرفوا على التحديات التي قد تواجههم ويكون عندهم الطريقة اللي يتغلبون عليها ويحاولون
يعني تنفيذ علاج لهذه التحديات أو حل لهذه التحديات. تحديات أنت أكيد واجهتها في هذا، لكل عمل هناك تحديات بلا شك، يعني ما هي تلك التحديات هند وكيف أيضا تغلبت عليها؟ أبرز التحديات أثناء كتابة الكتاب كان في بالي أريد أن أصل إلى نقطة معينة في عقول وقلوب القراء جميعهم، فكنت تحدي من التحديات هو استقطاب الأفكار التي تلهم الأشخاص وتجعلهم فعلا يصلون إلى طريق الأمل، أن يوضعوا في بداية الطريق في ناصية الطريق يمشوا على طريق الأمل على صراط الأمل. فتغلبت عليها، وضعت نفسي مكان القارئ. أنا الآن ماذا أحتاج؟ أحتاج شيئا يعيد الأمل إلى قلبي، يعيد التفاؤل إلى قلبي كي أكمل طريقي. نحن دائما في بعض الأحيان نشعر أنها النهاية، لا، ليس هناك طريق آخر، أنا انتهيت. فكتابي كان يريد أن يوصل فكرة ورسالة أن لا شيء مستحيل، لا نهاية للإنسان إلا الموت. نحن نريد أن نكمل طريقنا، الأمل موجود، التفاؤل موجود، وربنا موجود، والدعاء موجود. فالكتاب يريد يوصل فكرة أن هناك بصيص أمل في الأفق. أما من أبرز التحديات في الإصدار، طبعاً بحث عن دور النشر، البحث عن كيفية إصدار الكتاب بأجمل حلة وأبهى صورة. طبعاً غلاف الكتاب صممته بنفسي لأحاول قدر الإمكان أن يكون فعلاً من إنتاجي وفعلاً من إصداري، وأن يصل كما أردت أنا أن يصل إلى القراء. طيب هند، أنت كم عمرك؟ 15 عاماً. يعني فتاة ما شاء الله وطالبة لم تتجاوز 15 من عمرها، وتكتب بهذه الطريقة وتفكر بهذه الطريقة وتتحدث أيضا بهذه الطريقة عن الأمل وعن الطرق التي قد تكون مسدودة في وجه الأشخاص التي يعتبرونها أنها طرق مسدودة ولا أمل فيها ولا أمل في إكمال هذه الحياة. تفكير كبير عميق قد يعني لا يستوعبه عقل طفل، خلينا نقول في 15. فبسم الله تبارك الرحمن، الله يوفقك إن شاء الله، وأنا أتمنى أشوفك في يوم من الأيام حاملة قلم ذهبي وكاتبة معروفة عالميا وليس فقط عربيا أو محليا. يعطيك العافية، فزتي ما شاء الله عليك أنت أيضا من خلال جائزة اسمها IBT من المجلس الأسترالي. أعطينا تفاصيل هذه الجائزة، كيف فزتي بها وما هي هذه الجائزة أصلا؟ في عام 2017 خضت تجربة اختبارات القياس الدولي IBT، كانت مقدمة من المجلس الأسترالي ACER. فزت بشهادة تقدير مع مرتبة الشرف مع درع التميز في اللغة العربية الفصيحة. الشغف والحب للغة العربية جعلني فعلا أخوض هذه التجربة، وتكللت بالنجاحات، وما زلت إلى الآن أفخر بتواجدها معي، وهي أقول أنها بداية انطلاقتي وحبي الشديد أن لا شيء مستحيل، أنا أستطيع. فعلا كانت هي بداية انطلاقتي وحبي للغة العربية، وما شاء الله منها وإن شاء الله للأعلى بإذن الله تعالى. أكيد. وأيضا أنت حصلتي على هذه الجائزة بدرع التميز مع مرتبة الشرف في الامتحانات الدولية للغة العربية. كيف ساهمت هذه الجائزة هند في زيادة شغفك في اللغة العربية؟ نعم، كما قلت هي كانت انطلاقتي. فعندما بدأت أنا طبعاً عندما خضت تجربة الاختبار القياسي الدولي لم أكن متوقعة أن يحصل هذا الشيء. يعني أنا نعم متميزة بالمدرسة، متميزة في اللغة العربية، ولكن عندما صدرت النتائج المعلمات ملكة الضاد، ملكة الضاد، ماذا؟ إنها لقد فزت بدرع التميز في اللغة العربية. عندما وصلتني الجائزة ووقفت أمام الطلبة قالوا لي ألقي كلمة، فعلا مشاعر هذه الجائزة غرست فيني حبا للغة العربية، وأنها فعلا اللغة العربية هي الصديقة التي تريد فعلا أن تعلو بي نحو القمم. فمن ذلك الوقت وأنا أشعر فعلا أن اللغة العربية شيء جميل، شيء فعلا يحتضنني عندما أكون حزينة، عندما أريد أن أنجح. يا سلام، جميل جدا تشبيهك باللغة العربية بالصديق.
فدائما هو الصديق سند لك، دائما هو الصديق اللي تعتمد عليه في أمور كثيرة، وخاصة إذا كان هذا الصديق وفيا. وصديق مثل اللغة العربية أو صديقة مثل اللغة العربية أكيد ستكون وافية معك أكيد. أيضا شاركتي في ملتقى معلمي اللغة العربية، كيف تصفين لنا تلك المشاركة؟ هذا الحدث كان حدثا ملهما جدا، كان عنوانا فعلا للإبداع. لا أنسى الوقار والهيبة التي شعرت بهما عندما وقفت أمام صاحب السمو حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي وتحدثت معه. كانت التجربة فعلا ثرية ومليئة. أنا كنت أحتضن بين اللغة العربية وبين معلميها، وتؤكد على الرقي والعزة التي تحتويها هذه الملتقيات للحفاظ على جماليات اللغة العربية ومكانتها وسيادتها، وكنت فخورة جدا أنني كنت مقدمة فيها لإحدى الورشات. ما شاء الله، قدمت ورشة تدريب خلال الملتقى كانت تحت عنوان بلسان عربي في عصر رقمي. ما هي أبرز تلك المحاور التي تحدثت عنها في هذه الورشة؟ ورشة بلسان عربي في عصر رقمي هي عن دور اللغة العربية في تحقيق الطموحات واستراتيجيات تمكينها. كانت تنقسم إلى محورين أساسيين وتتفرع منهم المحاور الفرعية. الأول دور اللغة العربية في تلبية طموحات الموهوبين فيها ورفعهم إلى القمة. أما المحور الثاني فهو دور الموهوبين في تمكين اللغة العربية في المجتمع واستراتيجيات تمكينها عند الطلبة وخلق بيئة مناسبة لأقرانهم من خلال التكنولوجيا والحداثة. وقدمت في هذه الورشة بعض الأشياء المادية والمعنوية التي تجعل الأشخاص الحاضرين والحضور يخوضون وتثار عندهم لديهم حب خوض اللغة العربية والدخول في بحورها. والحمد لله كانت فعلا من أجمل الورشات التي قدمتها. السلام عليك. طيب، أنت لست فقط كاتبة هند، أنت أيضا مخترعة، وأنا أرى هذه يعني هذا المجسم اللي يأتي بشكل عربة، فياريت تخبريني وتخبرين السادة المشاهدين أيضا عن هذا الاختراع. الحمد لله، بالتعاون مع أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك قمت بإعادة تصميم هذه العربة المريخية التي أتمنى أن تحط يوما وقريبا على أرض المريخ باسم الإمارات، لأكتب عليها إمارات المحبة، إمارات السلام، لأؤكد أننا واللسان العربي الفصيح نخاطب العالم بلغته، لغة الضاد. السلام عليكم. طيب، ماذا عن كيفية عمل هذه العربة وكم الوقت اللي استغرقت منك لتنفيذها أو لصناعتها؟ خلينا نقول العربة المريخية هي عربة مخصصة للمريخ وبيئة الفضاء، حيث أنها لا تصطدم بأي شيء أمامها من خلال المستشعرات التي تتواجد هنا. طبعا عمل عليها بحذر شديد، لأن كل قطعة فيها فعلا هي جدا حساسة ويمكن أن تكسر أو تحرق مباشرة، والمجسم يذهب هباء منثورا. فعمل عليها على مدار أسبوع كامل مع أساتذة وأطباء في التكنولوجيا وما إلى ذلك، وتمت برمجتها بلغة C++ على برنامج أردوينو. طبعا هذا مجسم بدائي، وأتمنى إن شاء الله أن أستطيع أن أكمل العمل عليه أكثر وأكثر ويتم إطلاقها إلى المريخ بإذن الله. إن شاء الله الله يحقق لك كل أحلامك إن شاء الله يا رب. ومن أحلامك هند ومن طموحاتك إلى ماذا تطمح هند في المستقبل؟ أطمح أن أكون مؤثرة وعضوة فعالة في مجتمعي، أن أضيف شيئا جديدا لمجتمعي وخصوصا المجتمع العربي، وأن أمكن طاقتي ومكنونتي في إضافة شيء جديد للبشرية وشيء مفيد للبشرية، وأن أكون سفيرة وفية للغة العربية في العالم العربي وفي العالم أجمع، لأن اللغة العربية حملت جميع الأشياء اللطيفة في حياتي، وأنا أريد أن أرد لها هذا الجميل إن شاء الله الآن ودائما إن شاء الله. إن شاء الله دائما بهذه الإنجازات وبهذه
اللباقة أيضا في الحديث وإتقان اللغة العربية سواء من حديث ومخارج أيضا لحروف اللغة العربية الجميلة. أكيد أنت لن تكوني سفيرة، فأنت فعلا سفيرة حقيقة، يعطيك ألف عافية. ماذا تحضرين هند في الفترة القادمة؟ هل هو اختراع جديد أم كتاب جديد؟ إن شاء الله أنا أعمل الآن على مشروع جديد وعلى إصدار جديد لأكمل رسالتي من الكتب والأشياء التي أطلقها، وأوضح للعالم أننا كعرب نستطيع أن نفعل المستحيل، فلا مستحيل لا في العالم ولا في العالم العربي، وخصوصا لا مستحيل على أرض الإمارات، وأن أرفع مكانة وشأن اللغة العربية في المجتمع وفي العالم. الله يرفع مكانتك وقدرك إن شاء الله. كلمة أخيرة هند تحبي توجهينها لمن هم في سنك؟ أود أن أقول لهم اقتباسا من كتابي، علّه يكون بصيص أمل لهم، كما عنوان هذا النص بصيص أمل في الأفق. نعم. لا يكفي أن تكون على قيد الحياة، يجب أن تكون على قيد الأمل، على قيد الحلم، على قيد التفاؤل، على قيد كل شيء جميل سيحصل لك بأي يوم بإذن الله تعالى. فقط ثق بربك وتوكل عليه بالأسباب. لا أحد يعرف اللحظات الصغيرة التي ماتت فيها روحك، ولا أحد يعرف متى عادت ولا كيف عادت، ولا أحد يعرف لماذا تبتسم وأنت وحدك. قم قويا لأجلك. على الإنسان أن يكون حنونا على نفسه كل يوم، ألا يزيد من صعوبة الحياة بقسوته على ذاته. أخطأت، لا بأس، لقد تعلمت. خسرت، إذا ستعوض. توقف عن تضييق حياتك بالحسرة والندم. الحياة قصيرة مثل لحظة، لا تستحق أن تقضيها منطويا على حزنك. وبصيص أمل مع نهاية كل صبر وظن حسن بالله لا يحجبه تشاؤم بشر. هذا كل ما تحتاجه. وأقول لكم شرفة الأمل التي تضع بعد كل نص، وإن أصابك حزن تأمل خيرا، بأن من جعل للحزن سببا جعل للفرح أسبابا عديدة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. شكرا لكم. العفو. أنا شاكر لتواجدك معي حقيقة. أتمنى أن تكون هناك لقاءات أخرى تجمعنا بك في الفجيرة. تجمعنا الكاتبة والأستاذة هند مصطفى زهرة، شكرا جزيلا لك على تواجدك معي اليوم. شكرا جزيلا، شكرا لتواجدك معي وأسئلتك الرائعة وتفاعلك الرائع. شكرا. الله يسلمك يا رب. إن شاء الله. شكرا. نعم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وسنعود إليكم، انتظرونا. نعم مشاهدينا أهلا بكم من جديد ومرحبا بكم معنا في رحلة سحرية سنكتشف فيها أروقة اللغة العربية، تلك اللغة الأم والمرتبطة بجذور هويتنا وتاريخنا، والتي تحمل بين طياتها عبق التاريخ لتتناغم مع أوتار الهوية العربية. سنستعرض سويا اليوم كيف يمكن لتعلم اللغة العربية أن يكون له أثر عميق، خاصة عندما يكون المتلقين من غير الناطقين بها. هكذا تتجلى مشاهدينا الكرام أهمية هذه اللغة في تعزيز الروابط الثقافية وترسيخ جسور التفاهم بين مختلف الثقافات. للحديث أكثر في فقرة مجلس الدار. نعم مشاهدينا الكرام، رحبوا معي بالدكتورة وئام المسالمة، باحثة دكتوراه ومحاضرة للغة العربية. دكتورة أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بك أستاذ. يا مرحبا، بتشرفتينا طبعا في برنامج الفجيرة. تجمعنا أكيد، وفي البداية ياريت لو تحدثينا عن أهمية الدور الذي تلعبه اللغة العربية في تعزيز الهوية للأفراد والمجتمعات بشكل عام. تمام. بداية، اللغة هي عنصر أساسي جدا في تعزيز الهوية وخاصة الهوية العربية. كما يقال اللغة هي أصل الثقافة، والثقافة هي جوهر الهوية. فإذا لم يكن عندي انتماء للغتي، كيف سيكون عندي علم بثقافتي؟ وهذه للأسف مشكلة نعاني منها في هذه الأيام، خاصة مع هذا الجيل الجديد. صحيح. الذي يفضل اللغة الإنجليزية على اللغة العربية. يعني أنا لن أقول كلام رصف أو ذكر في الكتب، سأتكلم من مجال خبرتي
المتواضعة في هذا المجال ومن خلال ما لاحظته على الطلاب. أستاذنا، الطالب الذي ليس عنده انتماء للغته ولا يشعر بانتمائه العربي الأصيل تجد أن شخصيته الداخلية مهزوزة، هو شخص ضائع ليس عنده فخر أو اعتزاز بعائلته. مهم جدا، يعني ما هنا تقع المسؤولية على عاتق الآباء، الأم والأب لهم دور كبير في هذه القضية. لاحظ نحن عندما تربينا قديما منذ الصغر تربينا على الانتماء والولاء للأسرة والافتخار بعاداتنا الحسنة وتقاليدنا، يمشي الواحد منا مفتخرا بعائلة مفتخرا بأسرته، أنا من قبيلة فلان، أنا يعني كذا. لكن هذا الجيل للأسف تشعر أنه ضائع، لا يعرف هو من هو، يقلد الأجنبي بكل ما يراه أمامه، لا يوجد عنده فصل. وهذه قضية جدا مهمة وأساسية. فمن خلال طبعا اللغة، عندما أنا أتقن لغتي العربية وأعلمها لأبنائي، اللغة عن طريقها تنتقل مكونات الهوية. ما هي مكونات الهوية؟ الدين، الأخلاق، العادات الحسنة، التقاليد، الشهامة، المروءة، العادات العربية الأصيلة التي تربينا عليها. فجدا مهم موضوع اللغة خاصة للعرب بالدرجة الأولى. يعني أنا عندما مثلا من يعني الإشكاليات التي واجهتها عندما أرى الأب عربي والأم عربية، ماذا يتحدثون في البيت؟ يتحدثون اللغة الإنجليزية. الأولاد يعني الولد ضائع ليس عنده هوية محددة، طب لماذا تتحدثون الإنجليزية؟ نحن عرب يا جماعة، أنا أفتخر بأني عربية وأعتز بلغتي العربية. حتى عندما نجتمع كأصدقاء أرفض تماما الحديث باللغة الإنجليزية، لا أقبل هذا الأمر. أنا عندما يكون أمامي شخص عربي، لماذا تكلمني باللغة الإنجليزية؟ لا أقبل هذا الموضوع. الحالة الوحيدة التي أتحدث فيها اللغة الإنجليزية عندما يكون الشخص الذي أمامي لا يعرف، يعني لا يوجد أداة للتواصل سوى اللغة الإنجليزية، وقتها نعم ممكن أن أتحدث. لكن لا أقبل من شخص عربي أن يحدثني بغير لغتي، أنا أفتخر بلغتي وأحبها وأريد أن أتكلم بها. فهذا عامل جدا مهم، لو كل إنسان فينا التزم بهذا المعيار يعني كل الأمور ستتغير. فما بالك بجيل كامل الآباء والأمهات يستعرون من لغتهم، فكيف سيكون حال الأبناء؟ يعني حتى لو عدنا إلى قول السلف الصالح، ماذا كانوا يقولون؟ تعلموا العربية فإنها من دينكم، تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. يعني كم هو جميل أن نربي أبناءنا على معرفة العادات أو الصفات الجيدة عند العرب، الشهامة، الأصالة. ينشأ الطفل يصبح شاب يعني ترفع رأسك به، يعني حتى البنات نفس الموضوع. فعندما تغيب هذه الأمور فكيف سينشأ الجيل؟ لهذا اللغة جدا مرتبطة بالهوية، وأنا لن أستطيع يعني هويتي وثقافتي لا تتحصل إلا بوجود اللغة. فإذا أنا لم أتعلم لغتي ولم أمارس لغتي ولم أعلمها لأبنائي، فكيف سيكون عندهم هوية وثقافة؟ فهذه إشكالية صراحة جدا كبيرة، وأرجو من جميع الآباء والأمهات أن يعيدوا النظر في هذه النقطة بالتحديد. كلامك حقيقي يعني حقيقة دكتورة وئام، وأنت بمثابة الشخص الذي وضع يده على جرح لم يلتئم للأسف. ولكن فيما طرحتيه قبل قليل عن الانتماء للغة العربية، كيف ننمي أو كيف نستطيع دكتورة أن ننمي الانتماء للغة العربية، للغتنا الأم، لغة القرآن؟ كيف هو السبيل؟ نعم أشرتي للآباء بأنهم أو وضعتيهم في ركن المسؤولية، وهنا بلا شك فهم أصحاب مسؤولية، ولكن لن نقول من أو لن نعاتب من المخطئ ومن من كان على صواب. صحيح. حاليا نريد حل لهذه المشكلة، فكيف نستطيع أن ننمي هذا الانتماء؟ أنا حقيقة عندما تكلمت من باب لفت النظر لنعرف ما هو السبيل أو الحل من يعني ونعالجه من البداية. بالضبط. سأذكر لك يعني موقف بسيط. في إحدى الأكاديميات التي كنت أدرس فيها جاءتني والدة شاب، هو كان تقريبا في الصف الثاني عشر طبعا، وهم من جنسية عربية.
الأم يعني حزينة جدا وتريد أن يتحدث ابنها اللغة العربية لكنه يرفض تماما، حتى في الصف كنت يعني أحاول في الفصل أن أتحدث معه باللغة العربية، أشجعه على التحدث، يتحدث قليلا ثم يصمت لا يتجاوب كثيرا. فهي يعني جلسنا أنا وهي، قلت لها ما الذي أوصل ابنك إلى هذه الحالة؟ قالت لي للأسف نحن وعينا متأخرين لهذا الموضوع، كنا دائما أنا ووالده نتحدث الإنجليزية في البيت. طبعا أنا فهمت حالة الشاب، ما الذي يحصل عندما يتعلم الطفل أو الطالب أو الشخص العربي اللغة العربية بعدما يكبر مثلا بعد يعني في سن متأخرة، ما الذي يحدث؟ هناك أستاذنا ميزة تميز اللغة العربية عن بقية اللغات، اللغة العربية فيها أحرف غير موجودة في بقية اللغات مثل الثاء، الضاء، الظاء، القاف، هذه الأحرف إذا لم يتعلم الطفل منذ الصغر ممارستها فإن مع مرور الوقت هذا المخرج أو العضلة تضعف، فعندما يكبر لا يستطيع نطق الحرف بالشكل الصحيح. فما الذي يحصل؟ عندما يحاول التحدث باللغة العربية تصبح لغته مثل الأجانب، أي كما نقول لغتهم يعني مكسرة. أيوة، يعني مثلا بدل ما يقول الحاء يلفظها هاء، القاف يلفظها كاف، هذا بالتالي ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى تعرضه للتنمر والسخرية والضحك من قبل زملائه. فعندما يحاول التحدث باللغة العربية يتعرض للتنمر أو يستهزئون به أنه لا يعرف يعني أن كيف يلفظ الأحرف جيدا، يصبح عنده ردة فعل يكره اللغة العربية، اللغة العربية صعبة لا أريد الحديث بها، وينعزل عنها تماما ويبقى في اللغة الإنجليزية. لذلك مهم جدا، يعني هذه إشكالية قابلناها جدا في مجال العمل، يعني أنت تحاول الإصلاح أنت كأستاذ أو كمحاضر والعمل مع الطالب على هذه المشكلة، لكن يصعب حقيقة، لأن مثلا مخرج حرف 20 سنة لم يستخدم ولم يفعل، مهما حاولت أن يعني مع الطالب سيبقى عليه صعب لفظ هذا الحرف، مثل كيف الأجانب الذين يتعلمون هناك أحرف هم غير قادرين على نطقها بالشكل الصحيح، تلاحظ ذلك. فمهم جدا الحل، يعني خلص يعني الذي فات فات مات كما نقول، لكن نحن نريد أن نبدأ من البداية. لذلك نوعي الآباء والأمهات على ضرورة البداية منذ الصغر، أنا أبدأ مع أطفالي منذ الصغر. بحسب دراستي في الدكتوراه من السنة الأولى إلى لحد 4 سنوات، هذه المرحلة جدا مهمة، أو لحد 6 سنوات يجب على الأقل إذا كان مثلا الطفل لغته الأم هي اللغة العربية أن تبدأ معه بالأحرف العربية، يجب أن يتقن مخارج الحروف، بعد ذلك أدخل له لغة ثانية. أنا أعرف أنه بسبب يعني الانفتاح على الثقافات الأخرى بعض الأهالي قد يدخلون أبنائهم مدارس أجنبية، تمام؟ لا مانع من أن نطلع على ثقافات غيرنا، لكن ليس بسن مبكرة. وإذا اضطررتم إلى إدخال ابنكم في مدرسة أجنبية رجاء كثفوا اللغة العربية. لماذا؟ يجب أن من الصغر أن يتقن الطفل لفظ الأحرف العربية. أنت قبل شوية دكتورة قلتي راح يتم التنمر عليه هذا الطالب في المدرسة، قد أختلف معك قليلا، لأن هذا الشخص أو هذا الطالب الذي ينطق الحاء بالهاء والقاف بالكاف متكسرة اللغة العربية عنده، هو من بين مجموعة في مدرسة أجنبية لن يتنمرون عليه لأنهم مثله، فصعب أنهم يتنمرون عليه، كلهم في نفس الطريق للأسف يعني. لكن التنمر ممكن يكون بعد ما ينتهي من مرحلة دراسية، خلنا نقول الإعدادي أو الثانوي، عندما يذهب للجامعات هنا ممكن أن يعني عربي ولا يعرف ينطق العربية، عربي وعربيته متكسرة، فهنا ممكن يكون في سأخبرك شيئا ربما يغفل عن البعض. طبعا جهود دولة الإمارات واضحة في تعزيز اللغة العربية والدين الإسلامية، وفرض ذلك على كل المدارس الأجنبية، اللغة العربية والدين يجب أن تدرس سواء. لكن في نقطة، مدارس دبي عندنا طلاب أرابيك A وأرابيك B. ما معنى هذا؟ الأرابيك A هم الطلبة العرب الذين يحملون الجواز العربي، تمام، عندهم جنسية عربية. الأرابيك B قد تجد فيها طلاب عرب ولكن معهم جنسيات، معهم جواز أجنبي. في الأرابيك A
عربي الجنسية، والده عربي وأمه عربية أو والده عربي وأحد الأبوين وجوازه عربي، وجوازه عربي، لكنه ينطق اللغة الإنجليزية، لا يستطيع الحديث باللغة العربية لأنه منذ الصغر تعود يعني درس في مدارس أجنبية أو بسبب الوالدين مثلا يتحدثان اللغة الإنجليزية. هذا الطالب الذي يتحدث اللغة الإنجليزية وهو عربي حسب قوانين ونظام المدرسة ونظام التعليم يجب أن يكون في الأرابيك A. من موجود في الأرابيك A؟ طلاب عرب يعني ينطقون اللغة العربية بشكل جيد، وهو أتى من بينهم. فلذلك نحن كان عندنا في الأكاديمية، كان عندي مساعدة، مثلا أنا عندما أدخل إلى الفصل عندي مثلا مجموعة خلص مضطرين أن يدرسوا في فصل الأرابيك A، هؤلاء الذين يتعرضون للتنمر. فأنا مهمتي كمحاضر أو كأستاذ أمنع هذا الشيء، كنت يعني حازمة جدا مع الطلاب، نحن هنا كلنا لنتعلم، حتى أنا كمدرسة أو كأستاذة معكم أنا أتعلم منكم، ولا لا خجل يعني كما نقول لا حياء في يعني لا حرج في الدين ولا حياء في العلم. خطأ طبعا من الأخطاء اللغوية الشائعة يقولون لا حياء في الدين، لا، الدين مبني على الحياء والحياء شعبة من شعب الإيمان، فالأصح أن نقول لا حرج في الدين ولا حياء في العلم، فنحن هنا كلنا لنتعلم. فكنت لا أسمح هؤلاء يعني أنت تضع مجموعة لأن جوازهم هكذا القوانين وهذا يعني ليس بيدنا، فهؤلاء لا يتكلمون العربية وهؤلاء يتكلمون العربية بشكل جيد، فهنا يحصل قد تحصل يعني الخلل نوعا ما، ولكن الحمد لله أنا كنت أتدارك مثل هذه الأشياء. فهذه هي النقطة. نعم، لا، ليس فقط في الجامعة، يوجد في المدارس كثير من يعني الصفوف التي قد تجد فيها طلاب يتكلمون وطلاب لا يجيدون الكلام، وهنا قد يقع التنمر ليس بين الكبار، ممكن في المراحل الصغيرة أو المتوسط، يعني مثلا في الصف السادس السابع الثامن هؤلاء نعم يحدث بينهم هذا الموضوع، وممكن أحيانا الكبار أيضا. نعم. طيب دكتورة، أنت قمت أو تعتبر حقيقة عملية تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها تجربة فريدة وصعبة نوعا ما أكيد. صحيح. وحضرتك أكيد قمت بتدريسها، حدثينا عن هذه التجربة، كيف شو مشاكلها، شو الصعوبات اللي واجهتيها فيها؟ مع العلم هناك صعوبات كثيرة، أنا على يقين بذلك، ولكن نأخذ التفاصيل منك أحسن. حقيقة الإجابة قد تكون صادمة وغير مرضية نوعا ما. بالنسبة لي أنا أتحدث على المستوى الشخصي، الصعوبات لم أواجه صعوبة في تدريس العربية لغير الناطقين من الأجانب بقدر ما واجهت صعوبة في تدريس العربية لأبناء العرب الذين ينطقون اللغة الإنجليزية. أوف. حقيقة أنا قلت لك من البداية قد لا تكون الإجابة مرضية، لكن هذه هي الحقيقة في تجربتي الشخصية، أنا أتحدث عن نفسي وعن يعني نعم عن تجربتك. نعم، المواقف التي مرت، أكيد يوجد استثناءات لكن أنا أحدثك من باب تجربتي يعني. نعم. أستاذنا كما نعلم اللغة العربية هي دائما أو أي لغة في العالم عندما أنت تتعلم لغة يكون عندك دوافع أو سبب لتعلم هذه اللغة. مثلا أنت عندما تختار أن تتعلم لغة أخرى لماذا تتعلمها؟ بهدف ماذا؟ عمل، وظيفة. نعم، هذه نصنفها تعلم اللغات بشكل عام، إما يكون لهدف عام، أهداف عامة أو أغراض عامة، أو يكون لأهداف خاصة. بالضبط. عمل، وظيفة، تجارة، هدف أكاديمي، أي هدف محدد. فبشكل عام عندما الأجانب لماذا يتعلمون، قد يتعلمون اللغة مثلا هدف التواصل بشكل عام، مثلا حجز فندق، أخذ سيارة، أو التعرف على ثقافات، أو أيضا التعرف على ثقافات أخرى. لكن عندنا غرض تعليمي جدا يعني مهم، وهو الغرض الديني. معظم يعني بسبب كما تعلم أكثر في بلدان أجنبية فيها عدد مسلمين كبير أجانب، فهم يتعلمون اللغة العربية بدرجة أولى من أجل فهم القرآن الكريم. فإذا هو الغرض من تعلمهم اللغة الغرض الديني. حقيقة أن هؤلاء الذين قمت بتدريسهم وفيهم نسبة كبيرة من طلبة الهند وباكستان ويعني وفي دول أجنبية، في مسلمين في بريطانيا وأمريكا وغيرها من الدول، عندهم حرص ويعني مثابرة لتعلم اللغة لم صراحة لم أجدها عند الطلبة العرب.
يعني تشعر أنهم يريدون الاستفادة منك بأي معلومة، حتى عندما ننهي المحاضرة يراسلوني على الخاص أي شيء، مثلا عبارة يرونها يستفسرون عنها، عندهم حب غير عادي لتعلم اللغة. وهؤلاء صراحة لا أتعب في تعليمهم، لأن عندهم الدافع. أنت عندما تعلم شخص عنده الدافع والرغبة لكي يتعلم، الأمور تكون جدا مختلفة. للأسف طبعا ويوجد استثناءات، هناك طلبة عرب بالعكس تميزوا باللغة العربية وما شاء الله عنهم، لكن النسبة نسبة غير قليلة، لا أريد أن أقول يعني كبيرة، لا لم صراحة كان في صعوبة بتعليمهم. قلت لك الأسباب، تمسكهم باللغة الإنجليزية، رفضهم للغة العربية، لا يوجد انتماء، لا يوجد انتماء، يستعرون من لغتهم. فأنا دائما عندما كنت مع أنه الأجانب يعني مثل ما أنت تفضلتي قبل قليل، تعلمهم وتقبلهم للغة العربية أسهل بكثير فعلا، وأنا أتفق معك. أنا صادفني إحدى المواقف يعني مع أجنبي مسلم، فحبيت أني أنا أوصل له فكرة معينة، آية معينة من القرآن الكريم أكيد، فبديت معه أن بسملة ولكن باللغة الإنجليزية، the name of God. فقال لي سير يو هاف تو تولد مي بسم الله الرحمن الرحيم، فانصدمت حقيقه. يعني شوفي اجنبي وهو من يخاطبني باللغه العربيه وفي القران ايضا يعني. ففعلا هذه مشكله كبيره نواجهها، وحلها موجود، هو حلها مثل ما انت تفضلتي قبل شوي. الركن الاساسي حقيقه لحل مثل هذه المشكلات دكتوره، ما لا اعلم ان كنت تتفقين معي ام لا، الاسره، المنزل، في البيت، البداية، الستارت من الصفر. صحيح. هذه لا أروح بعد الثالث الإعدادي، بعد الأول الثانوي، بعد الثالث الثانوي أقول لا أنا والله ما علمت ابني أو ما دققت معه في اللغة. صحيح. العربية لا ينفع الصوت هذيك الساعة، خلاص أنت أو وصل الابن لمراحل مستحيل أنك أنت تعطيه مرة ثانية الـ ABCD. صحيح. أكيد. صح. في اللغة العربية أكيد. طيب، وأيضا لو تسمح لي بس في تفضلي. أكيد أكيد. بعد الأسرة وهو يعني الدور الرئيسي قلنا للأسرة، أيضا مهمتك كأستاذ أو محاضر في الكلية أو في الأكاديمية. أنا كنت مثلا أدخل على بعض الصفوف أحيانا كحصص الأوبزرفيشن، يعني تعلم هذه المشاهدة أو الحضور. طريقة تدريس اللغة العربية للأسف الخاطئ، وأحيانا مثلا وأدعو الأكاديميات إلى يعني النظر في الموضوع هذا، أحيانا يأتون بشخص غير متخصص باللغة العربية فقط لأنه يتحدث اللغة الإنجليزية، يعني شخص عربي يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة، يسلمونه صف لتدريس اللغة العربية أو قاعة. تمام؟ صحيح. المشكلة الشائعة التي لاحظتها أنهم يستخدمون أسلوب الترجمة في تدريس اللغة العربية، وهذا أسلوب صراحة يعني لا يسمن ولا يغني من جوع كما يقولون. الترجمة هي آخر وسيلة قد نلجأ إليها في بعض الحالات. هناك يعني مثلا أنت عندما تذهب لتعلم اللغة الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية، هل يتحدث معك مدرس هذه اللغة بلغتك العربية أم يحدثك بنفس لغته؟ وفي حال مصطلح أو جملة لم مثلا تعسر فهمها، يعيد لك الشرح بطريقة أخرى، أو قد يستخدم وسائط مثلا يوتيوب، مثلا يستخدم أي شيء. دكتور يعتزون بلغتهم. نعم. ولا يسمحون بأنك أنت مثلا، يعني أنا رحت على بلد معين بدون ذكر أسماء، فقاعد خاطبة باللغة الإنجليزية. نعم. هو فاهم علي بدليل أنه نفذ لي ما أريد، ولكن بعد ما نفذ لي ما أريد قال لي تعلم لغتنا، أنت في بلدنا. صحيح. تعلم لغتنا وخاطبني بلغتنا. صحيح. لا تخاطبني باللغة الإنجليزية، أنا لا أعترف بهذه اللغة، أنا أعتز وأعترف بلغتي. تخيلي هذا الانتماء الذي نحتاجه والذي أشرت لك مسبقا في بداية اللقاء إليه أستاذنا. لذلك من المهم أن تكون أنت كأستاذ صارم، يعني أحدثك عن موقف طريف. عندما كنت أدرس هؤلاء الطلبة وهم شباب كبار يعني ما شاء الله عنهم، يعني وتعرف هذا الجيل للأسف انتشرت بينهم حتى على التشات أو المحادثات الفرانكو أرب أو كما نقول العربيزي، يستخدمون مثلا يكتبون بأحرف لاتينية ويعني يتحدثون بالعربية لكن بأحرف لاتينية أو بطريقة اللغة الإنجليزية. فحتى أبسط الأمور مثلا عندما يريد شيء في داخل القاعة، كنت دائما مصرة عليهم
نحن في فصل اللغة العربية نحترم هذه اللغة ونتكلم بها. لا أقبل منك حتى لو لم تكن تجيد اللغة العربية الفصيحة، وأنا لا أطالبكم بالفصحى، يعني أنا بالنسبة لي أعتبر الفصحى هي لغة الأجداد والشعراء والأدباء قديما، نحن نستخدم الفصيحة السهلة البيضاء الميسرة، تمام؟ فعلى الأقل يعني أنا أقبل منك أن تتحدث معي بلهجة عامية، ولكن لا أقبل منك أن تحدثني بالإنجليزية. فمرة أحد الطلاب يعني كما تقول مثلا من يعني في طلبة عانينا معهم خلاص يبقى يرفض، فيجب أنت أن تكون حازما في هذه النقطة، لا يجب أن يعني يستسلم الأستاذ أو المحاضر للطلبة ويوافقهم حتى لو تكلموا بالإنجليزية أنا لا أسمعك. مرة قال لي مس can I go to bathroom، فأنا نظرت إليه قلت له سأعتبر نفسي لم أسمع. جملة بسيطة، أنا أقبل منك حد اطلبها أو يعني حادثني بلهجتك العامية. عندنا طلاب من كافة الجنسيات مهما كانت لهجتك، حادثني بلهجتك العامية ولكن على الأقل هي عربية، ولكن لن أقبل منك الحديث باللغة الإنجليزية. قلت له عندما تذهب إلى حصة اللغة الإنجليزية أو الألمانية أو أيا كان اللغة الثانية التي تدرسها، هل بماذا يكلمك أستاذ هذه اللغة؟ قال لي مثلا باللغة كذا. قلت له هل تتكلم لغة ثانية هنا؟ قال لي لا. قلت له إذن نحترم اللغة العربية ونطبق هذا المعيار على الأقل داخل القاعة. صحيح. فأنا حازمة جدا معهم، لا أقبل أبدا الحديث باللغة الإنجليزية. فأتفاجأ كنت عندما أدخل إلى بعض الصفوف عندما يتحدث الطالب باللغة الإنجليزية، نعم يتجاوب معه الأستاذ ويجيبه ويشرح له بالترجمة، هذا الترجمة أسلوب جد يعني جدا خاطئ، لأنه يتحول الطالب مثل جوجل، يعني مصطلح وما يقابله. بهذه الطريقة لن يكتسب لغة، لن يصبح عنده حس أدبي لممارسة اللغة، لن يستطيع محاكاة الأساليب الأدبية، لأنه أصبح مثل المبرمج فقط، كلمة ومعناها، معنى وكلمة. يعني أرجو أن ننتبه إلى هذه النقطة أيضا في التعليم، فدور الأسرة أولا ودور المعلم والمدرسة ثانيا بمراعاة أساليب تعليم العربية الصحيحة سواء للناطقين أو لغير الناطقين، وضرورة وجود أشخاص متخصصين حتى على الأقل لا أمانع في أشخاص، يعني حتى نكون منصفين، في أشخاص ليس تخصصهم لغة عربية ولكن ما شاء الله عندهم مهارات وطريقة إبداعية لتوصيل اللغة العربية، فقط يلزمنا كإدارة أو كأكاديمية عمل دورات تخصصية باستمرار لإثراء خبرتهم في كيفية اكتساب المهارات الصحيحة لتدريس اللغة العربية سواء للناطقين أو غير الناطقين. نعم. طيب دكتور دعينا ننتقل معك إلى عالم الذكاء الاصطناعي قليلا، وأكيد أنت على إدراك ومدركة بأننا نحن حاليا في مرحلة انتقال من عالم الورق إلى العالم الرقمي. نعم. هذه النقلة النوعية في حياتنا احنا خاصة كعرب، فالسؤال هنا دور دكتورة المحتوى الرقمي في تعلم اللغة العربية وإيصالها لغير الناطقين بها أهميته. أكيد هذا الأمر مهم جدا خاصة في عصر التطور التكنولوجي الهائل الذي نعيشه اليوم. لمن يظن أن اللغة العربية صعبة تقليدية قديمة أنها يعني مكانها في رفوف الكتب للأسف القديمة. وصلونا معلومة دكتورة بأن اللغة العربية هي أصعب لغة في العالم، وهذا خطأ، أنا لا أعتبرها أصعب لغة. لا لا أبدا ليست أصعب، بالعكس حتى لو عدت يعني وقرأت هناك كثير من المستشرقين الأجانب تحدثوا عن هذا الموضوع، ومنهم شخص يقول إن للغة العربية لينا ومرونة يمكنانها من التكيف مع مقتضيات أو متطلبات العصر. فهنا أستاذنا تأتي مهمة الأستاذ أو المحاضر والأكاديمية في يعني إما أن يعتمد الأستاذ على نفسه ويبتكر طرق جديدة إبداعية يبتعد عن الطرق التقليدية التي هي فقط الطالب متلقي والأستاذ هو الذي يعطي، لا يجب فعلا أن نقدم. لماذا؟ لأنهم هم يدرسون المواد الأخرى خاصة الأجنبية بطرق أساليب تفاعلية وممتعة بالنسبة. نعم. نعم فيجب نعم أن على الأقل لا أقول نحاكي، لأن نحن قادرين على صنع محتوى خاص رقمي خاص باللغة العربية، وفعلا تم تطبيق كثير من المبادرات في هذه النقطة. شخصيا بالنسبة لي كنت يعني أستخدم هذا الأمر. أذكر مرة في
كان عندي صف الحادي عشر، كان عندنا قصيدة صعبة جدا، هي قصيدة لرثاء المهلهل لأخيه كليب، أكيد يعني تعرف هذه حادثة البسوس ومقتل كليب. فعندما نظرت إلى القصيدة، قصيدة جاهلية صعبة فيها كلمات، يعني كيف سأدرسها لطلبة الذي يطلب مني إذا أراد الذهاب إلى مكان يكلمني باللغة الإنجليزية، كيف سأدرسه وهذا منهج وزاري مفروض علي أن أقوم بتدريسها؟ فجلست مع نفسي، هنا تأتي مهارة التخطيط الجيد للحصة قبل إعطائها. تمام، جلست فكرت، قلت إذا بدأت بالطريقة التقليدية خمس دقائق قراءة صامتة اقرأ القصيدة بعد ذلك نستخرج المفردات، يعني ستكون الحصة مملة ليس فيها أي تشويق. فماذا فعلت؟ تذكرت أن هناك كان مسلسل اسمه الزير سالم لرحمه الله المخرج حاتم علي، تذكرت أن هناك مسلسل صور أحداث هذه الواقعة بشكل كامل. عدت إلى اليوتيوب، بحثت على المسلسل، قمت باقتصاص المقاطع التي وردت في القصيدة. فماذا فعلت؟ قلت لهم، طبعا عندما دخلت ثاني يوم إلى الفصل، قلت لهم اليوم سنشاهد يعني مقتطفات من مسلسل. ماذا فعلت؟ لم أخبرهم لا عنوان الدرس ولا ماذا سنفعل، يعني عملت مثل عصف ذهني، يعني أريد أن أصل معهم فيما بعد يعني للنتيجة، يعني أريد أن أشوقهم نوعا ما. كتبت لهم فقط سنشاهد يعني مقاطع تمثيلية، أريدكم أن تعلموا شيئا، عندنا فقط الشخصيات الرئيسية 1 2 3 4، كتبتها على السبورة، يعني فقط هيأتهم مسبقا، عندنا مقاطع تمثيلية تتحدث عن موضوع معين، عندنا شخصيات رئيسية 1 2 3، شخصيات ثانوية 1 2 3، حفظتم الشخصيات، ما نوع القرابة بين هذه الشخصيات، هذا مثلا أخو مثلا المهلهل وأخو كليب، مثلا هذه ابنة كليب، هذه زوجة كليب، فقط حتى عندما يشاهدوا يربطوا الأحداث، يعرفوا مثلا لماذا يعني هذا ماذا ما صلة القرابة بينهما. بدأنا المشاهدة، يعني صدقا لا تتخيل، يمكن انتهى العام الدراسي وما زالوا يذكرون هذا الدرس الذي قمنا بدراسته، فهموا القصيدة، حفظوها، عرفوا معانيها. لماذا؟ أنا ربطت لهم الفكرة، يعني هم بعدما شاهدنا هذه المقاطع التمثيلية وانتهينا بدأنا المناقشة فيها، أصبح الأمر جدا أسهل. لماذا؟ لأنهم سمعوا ورأوا وشعروا، يعني مهم أن تفعل هذه الأشياء عند الطالب، يعني كل أستاذ يجب أن يراعي أن الطلاب عندك أنماط، طالب سمعي، طالب حسي، طالب بصري. فلو تذكر مثلا بعض عندما كنا في الجامعة أحيانا كنا نعاني من أننا أستاذ معين لا نستطيع أن يعني نفهم بالضبط ماذا هو يقول، نستوعب. لماذا؟ لأن مثلا هذا الأستاذ، نحن كطبيعة بشرية عندنا عدة أنماط حسب يعني طريقتك في الدراسة والحفظ والطريقة التي نشأت فيها، يصبح هناك نمط أعلى من نمط. يعني مثلا أنا تعودت، يعني النمط الأنماط الأربعة موجودة عندك، لكن في نمط يكون أعلى. تمام، مثلا أنا تعودت يعني نشأت النمط السمعي هو الأقوى عندي. لماذا؟ حتى عندما كنت طالبة في الجامعة عندما أحضر محاضر لم أكن أنظر إلى الدكتور، النظر يشتتني، كنت فقط أستمع وأكتب، أستمع وأدون ملاحظات. هناك طالب تجد لا يرك، يجب أن ينظر، طالب بصري. عندك طالب حسي يحتاج أن تعطيه مثلا مواقف أو صورة فيها تشبيه، فيها كذا، حتى تصل له الفكرة. فمهم جدا الأستاذ أن يراعي هذه الأنماط. فأنا هذا الذي كنت أقوم بفعله عندما أدرس درس في اللغة العربية، أراعي هذه الأنماط، مثلا نضع فيديو، صورة، يكون فيه حوار، نحاول أن يعني نراعي جميع أنماط الطلبة. تمام، فبعد أن شاهدنا هذه المقاطع التمثيلية تحاورنا، أصبح قراءة القصيدة جدا سهلة. عندما بدأنا بقراءة القصيدة تقريبا 90% من الطلاب فهموا عن ماذا أتحدث، فهموا ما معنى أو استطاعوا استخراج معنى هذه الكلمة، لأنهم ربطوا الصورة، ربطوها بالصورة الذهنية أو بالمشهد التمثيلي الذي شاهدوا. فهذا محتوى رقمي، أنا استعنت باليوتيوب كوسيلة لشرح هذه القصيدة الصعبة. تمام، فبالعكس جدا الموضوع يعني سهل، فقط هو يحتاج حسن تخطيط قبل أن أقوم بإعطاء أي درس.
نعم. يعطيك العافية دكتورة، حقيقة بتواجدك معي في البرنامج زاد تقديري، وبرسالتك السامية عن اللغة العربية ارتفع مقامي أكيد. دكتورة وئام المسالمة باحثة دكتوراه ومحاضرة للغة العربية، أنا شاكر لك تواجدت معي اليوم، وجودك حقيقة أثر الحلقة والفقرة بشكل عام. شكرا جزيلا سيدتي الفاضلة على تواجدك معي اليوم. العفو، بالعكس، شكرا جزيلا لكم وعلى اهتمامكم أيضا بكل ما يخص اللغة العربية ودعمها، وإن شاء الله نرجو لكم أيضا كل التوفيق. تقديرنا لكم. شكرا. نعم مشاهدينا، وعودة لفعاليات مركز الفجيرة الإبداعي. مشاهدينا سنتعرف معكم على برنامج متاحف على الطريق من خلال التقرير التالي، فلنتابع معا. استضاف اليوم المركز بالتعاون مع هيئة الشارقة للمتاحف مبادرة متاحف على الطريق بمناسبة الموسم الفني لوزارة الثقافة. المبادرة عبارة عن حافلة متنقلة بأغراض ومقتنيات تراثية من إمارة الشارقة. استضفنا على هامش هذه المبادرة ورشة لطلبة التعليم المؤسسي في إمارة الفجيرة. ضمنت عندنا الورشة عبارة عن تعريف بهيئة المتاحف ودورها البارز في المحافظة على المقتنيات الأثرية بدولة الإمارات، بالإضافة إلى جولات تعريفية في الحافلة لعرضها المقتنيات وأهميتها بالمحافظة على المكنون والتراث الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة. مبادرة جدا جميلة، بالعكس أن وصول الحافلة للناس والمتعاملين في إماراتهم وفي مقارهم جدا جميل كتعريف. الناس بدل ما يروحون للمتاحف نفسها ويتعرفون على المقتنيات هناك، فكرة جميلة أنهم يوصلون للناس وللطلبة والمتعاملين ويعرفون بهالمكنون التراثي. تاريخ البلاد هذا جزء لا يتجزأ من حضارة دولة الإمارات العربية المتحدة، ودورنا ودور الهيئة جدا كبير في تعريف الناس وتعزيز الوعي الثقافي بهالموروث. نعم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. في إطار تعزيز الهوية الوطنية بين الشباب، تأتي أهمية برنامج سفراء الهوية الوطنية الإماراتية، والذي يهدف إلى ترسيخ القيم والثوابت الوطنية في نفوس أبنائنا وتحويلها إلى تصرفات وأفعال تعزز العلاقة بين الأصالة والهوية والانتماء الوطني، لبناء حاضر مشرق ومستقبل زاهر لدولة الإمارات العربية المتحدة. الحديث أكثر عن هذا البرنامج في فقرة إماراتنا. نعم مشاهدينا، نرحب معا في الاستوديو بالأستاذة حصة محمد المرموم، وهي مدير إدارة الموارد البشرية والدعم المؤسسي في مؤسسة وطني الإمارات. أهلا وسهلا في أستاذة حصة. حياك الله. يا مرحبا. طبعا أنت نورتيني وشرفتيني في الفجيرة تجمعنا أكيد. الله يسلمك. ياريت لو نتحدث في بداية فقرتنا وفي بداية حديثنا عن برنامج سفراء الهوية الوطنية الإماراتية، أهمية هذا البرنامج حصة شو هو؟ انطلاقا من استراتيجية مؤسسة وطن الإمارات في تعزيز الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة، يأتي برنامج سفراء الهوية الوطنية. البرنامج يركز على شريحة الشباب في المجتمع، وإحنا حاليا في الدورة الرابعة لهذا البرنامج. نعم. طيب لو يلا نتكلم حصة عن أهداف هذا البرنامج، واللي بلا شك
البرامج هذه يعزز من الولاء والانتماء للوطن والهوية الوطنية أكيد، لكن كأهداف خاصة بهذا البرنامج نسلط الضوء عليها شوي؟ أكيد. طيب. البرنامج يعزز الهوية الوطنية لدى الشباب وترسيخ المواطنة الصالحة والقيم الإماراتية، ذلك يأتي عن طريق عدة أمور احنا نعتها في هذا البرنامج. صحيح. عن طريق ورش تدريبية ومحاضرات، والبرنامج يستمر عادة إلى مدته تكون 6 أسابيع. في خلال هالست أسابيع تكون عدة أمور يمر، عدة مراحل يمر فيها المنتسب في هذا البرنامج. جميل. طيب أكيد لهذا البرنامج قيم وثوابت أكيد، وتركزون عليها أو يركز عليها البرنامج لترسيخها طبعا في نفوس الشباب بلا شك. صحيح. فأحد المحاور أو الورش اللي نقدمها في هذا البرنامج تكون ورشة الدستور الإماراتي، ابتداء من ورشة الدستور الإماراتي ومرورا بعدة ورش أخرى مثل المواطنة الصالحة قلنا والقيم الإماراتية. أكيد. نعزز في هذا المنتسب لهذا البرنامج الأواصر المجتمعية لهذا الشاب. نعم. طيب خلينا يعني على سبيل المثال اليوم أنا أبغي أنتسب لهذا البرنامج، راح أسألكم حقيقة ويمكن أسأل نفسي حتى أني أنا شو الفوائد اللي بتعود علي، شو المنافع اللي بتعود علي من خلال مشاركتي في هذا البرنامج. صحيح. جميع المنتسبين طبعا بعد المرور في الفترة التدريبية هذه. نعم. المنتسب عندنا هو اللي يقدم الورش بعدين لل جميل. في الورش يعني تعطوه فرصة تقديم الورش أيضا. طبعا المنتسب هذا هو سفير لدولته. كيف يكون سفير لدولته؟ من الفوائد اللي هو استفاد منها في البرنامج والأمور اللي حصل عليها من خلال فترة التدريب هذه ينقلها لغيره. صحيح. فهو في نهاية البرنامج المنتسب هذا هو اللي يقدم الورش في برامج ثانية. المنتسبين احنا نستفيد منهم، احنا عندنا تقريبا اكثر عن 100 منتسب في هذا البرنامج منذ اطلاق البرنامج. اول مرة كان في ابو ظبي، مرورا بالامارات، كان بداية في امارة ابو ظبي، بعدين في امارة دبي، امارة رأس الخيمة، والان احنا في امارة عجمان عندنا البرنامج. المنتسبين لما يتخرجون هم عندهم القدرة في ارسال هذه الرسائل للمجتمع ولزملائهم الشباب وفي البرامج بشكل عام. نعم. طيب خلينا نروح للأنشطة والفعاليات أيضا اللي يشملها أو يتضمنها هذا البرنامج، وكيف تساهم هذه الأنشطة والفعاليات في تعزيز الوعي الوطني وتنمية أيضا أستاذة حصة مهارات الشباب. خلينا نقول صحيح، احنا ننمي مهارات الشباب عن طريق عدة ورش، من بينها مثل الإلقاء. طيب دليل ان قلتي ان هم اللي يحاضرون من عقبه وهم اللي يقدمون الورش. صحيح. فعندهم ورشه اللي هي الإلقاء، في ورش عندهم مثل المواطنه الصالحه، ورش القيم الاماراتيه، وورشه الدستور. في ختام البرنامج احنا نختم البرنامج دائما ان في زياره تكون لمتحف الاتحاد. كل شيء درسوا في الورش هذه يشوفونه بطريقه ان كيف تاسس الاتحاد عندنا، كيف كان اول، كيف تم رفع العلم، كيف تمت هالامور. فزياره متحف الاتحاد هي تعتبر الخاتمه الاساسيه عندنا احنا في البرنامج. يطلعون فيها على كيف مسيره الاتحاد كانت، وعده امور ثانيه يشوفونها في يعني هذه الزياره نعتبرها كعمود من اعمده هذه الورش. بالضبط. صحيح. ما تقدرون تستغنون عنها. اكيد اكيد. طيب خلينا نروح للنتائج المتوقعه من تنفيذ هذا البرنامج استاذه حصه، وكيف يمكن ايضا ان نحن نقيس نجاح هذا البرنامج لدى الشباب. قلت لك احنا نقيس نجاحنا بالمنتسبين اللي تخرجوا سابقا من هذا البرنامج. المنتسبين هم حاليا هم سفراءنا في عدة برامج ثانية عندنا احنا، برامج أخرى تطلقها المؤسسة بالإضافة إلى سفراء الهوية الوطنية. هم القادة في هاي البرامج، هم صحيح. اللي يلقون المحاضرات هم. نعم صح. يعني أنا عاجبني في البرنامج هذا حقيقة، هو مش فقط برنامج أنك أنت بتي وبتاخذه ورشة عملية أو علمية خلينا نقول فيها، لا، هي من شأنها تعزز ولائك وانتمائك
للهوية صحيح. الوطنية لبلدك لوطنك أكيد لشعبك لقادتك بلا شك لمجتمعك للبيئة اللي أنت عايش فيها. وغير هذا أنتم ما شاء الله من خلال هذا البرنامج قاعدين تطورون من مهارات الشخص. يمكن على سبيل المثال فيما يخص الإلقاء، يمكن أنا شخص قبل ما أدخل في هذا البرنامج ما عندي فن الإلقاء، ما أقدر أوقف قدام ناس وأحاضرهم وألقي عليهم محاضرات وإلى ذلك، لكن من خلال هالبرنامج أنتم بعد علمتوني الشغلة هذه. صحيح. فممتاز هذا البرنامج صح. حقيقة. وحتى ورشة الدستور كم منا إحنا اطلع على الدستور؟ صح، ما حد يمكن أغلبنا صح. مش مطلع عليه. صح، فورشة الدستور تعتبر من الورش الأساسية عندنا، نعلم المنتسبين كيف يشوفون يطلعون على الدستور، شو المحاور الأساسية في الدستور اللي هي متهمهم. ما شاء الله عليكم. طيب في أمثلة أستاذ حصة على يعني قصصنا نجاح شباب يعني سابقين وسبق لهم المشاركة في هالبرنامج وتأثيرهم أيضا، يمكن تأثير البرنامج هذا على حياتهم الشخصية والمهنية. صحيح، في عدة منتسبين من أول دورة حاليا هم قادة في جهات عملهم وهم مستمرين في علاقتهم مع المؤسسة في تقديم الدعم، تقديم الخبرة. يعني المؤسسة لا تقطع علاقتها بالمنتسبين حتى بعد مرور سنوات من تخرجهم من البرنامج. يكون في تواصل يعني. في تواصل ويكون في دعم مستمر لهالمنتسبين في دخول برامج أخرى في المؤسسة، لأن أنا هدفي أن الشاب ما ياخذ الهدف او ياخذ المنفعه من برنامج معين وتقف يعني عند حد معين. نعم. لا بالعكس، احنا مستمرين في دعم الشباب، لان قلت لك احنا عندنا الهدف عندنا هدف استراتيجي في المؤسسه هو دعم الشباب والناشئه وفي جميع شرائح المجتمع وبشكل مستمر. وخاصه احنا اليوم استاذ حصه وكما اطلق على هذا العام سيدي رئيس الدولة حفظها الله ورعاه انه عام الاستدامة، فهذا البرنامج مستمر مستدام. اي يعني مستدام. صحيح. فما شاء الله عليكم، يعطيكم الف عافية حقيقة على هذا البرنامج. طيب لكل برنامج حصة ولكل عمل لكل حاجة هناك تحديات، قد تكون هناك تحديات عقبات لا سمح الله، ما نبغي اكبرها واقول مشاكل، ولكن هناك في تحديات. شو صحيح. ابرز التحديات اللي واجهتكم واكيد انتم تغلبتوا عليها؟ صحيح. والدليل على انكم تغلبتوا عليها نجاح البرنامج هذا. صحيح، كان ابرز التحديات ان الشباب شريحه الشباب في بعضهم الدارسين يعني ملتزمين في دوام في الجامعات مثلا، او اللي حاليا عندهم مثلا ملتزمين في دوام رسمي في جهات عملهم، احنا كيف نستقطب هالشباب للورش؟ المؤسسه عملت البرنامج في فتره نهايه الاسبوع عشان تعطي المجال لاكبر شريحه ان هي تكون متفرغه في نهايه الاسبوع وتحضر هالبرنامج. فكان عندنا احنا قلت لك اكبر تحدي ان الانتساب صعب بظروف دراستهم بعض المنتسبين او ظروف العمل، فاحنا حليناها ان كان البرنامج حولناه الى برنامج في نهايه الاسبوع يكون عشان يناسب الجميع. نعم اكيد، نتمنى لكم حقيقه كل التوفيق، وانا شاكر لك حقيقه وعاجز عن شكري لك استاذه حصه على شرحك الوافي حقيقه لهذا البرنامج الجميل واللي يدعم فئه الشباب حقيقه. الاستاذه حصه محمد المرموم مدير اداره الموارد البشريه والدعم المؤسسي في مؤسسه وطن الامارات، شكرا لك سيدتي الفاضله على تواجدك معي. واحنا نشكركم على الاستضافه. العفو هذا واجبنا، الله يسلمك. شكرا شكرا. نعم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وسنعود اليكم، انتظرونا. نعم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم من جديد. جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة ستعقد مسابقة للذكاء الاصطناعي ولطلبة المدارس، وذلك في الحرم الجامعي، والتي سيشارك بها حتى الآن ما يزيد عن 140 فريق من مختلف مدارس الدولة بشكل عام والساحل الشرقي بشكل خاص. المزيد في فقرة هنا الفجيرة.
نعم مشاهدينا، رحبوا معي في الاستوديو بالدكتورة يمنى شاكر، وهي عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا بحضرتك. أهلا، الله يسلمك، شرفتيني طبعا في برنامج الفجيرة. الله يسلم. تجمعنا أكيد. الله يسلم. بداية دكتورة، يا ريت لو تحدثين عن تفاصيل مسابقة الذكاء الاصطناعي 2023 للطلبة وأهمية هذه المسابقة أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول أنا بشكركم على الدعوة الكريمة. العفو، هذا واجب بالعكس. والحقيقة دايما بنثمن جهودكم يعني في إلقاء الضوء على مشاركات الجامعة وتشجيع طلبة المدارس في كل المسابقات، وده اتجاه الحقيقة بتقوم به الجامعة من وقت طويل. شكرا دكتورة. الله يسلمك. بالنسبة لمسابقة الذكاء الاصطناعي لطلبة المدارس، هي الحقيقة جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة قامت بدعوة كل طلبة المدارس للمشاركة في مسابقة الذكاء الاصطناعي. نعم. الحقيقة احنا بنقوم بدعوة طلبة المدارس للاشتراك بأفكار بحثية ومشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي مع مجموعة أخرى من المجالات. نعم. مجال الذكاء الاصطناعي هو مجال حيوي جدا، والحقيقة بيتطور تطور أسرع من قدرتنا على ملاحقته. والدعوة للمسابقة جاء من رؤية الجامعة في أنها تفعل دورها في رؤية دولة الإمارات أنها تكون من الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بلا شك. نعم. فبدعوة طلبة المدارس ومشاركتهم لنا بمشاريعهم البحثية وأفكارهم، الحقيقة احنا بنزود الوعي، بنزود المعرفة في هذا المجال، وان شاء الله منتظرين منهم ابداعات كثيرة جدا ان شاء الله. نعم اكيد ان شاء الله، وكل الامنيات بالتوفيق لكم دكتورة. إن شاء اكيد الله. شكرا. ولكن دعينا نتحدث معك ايضا عن الهدف الجوهري لهذه المسابقة دكتورة، ما هو؟ الحقيقة الهدف من المسابقة هدف على المدى القصير وهدف على المدى الطويل. زي ما لسه قايلة لحضرتك ان مجال الذكاء الاصطناعي هو مجال بيتطور بسرعة اكبر من قدرتنا احنا على ان احنا نلاحقه، فبالتالي احنا جزء من التغيير اللي بيحصل. نعم. فبان احنا بندعو طلبة المدارس باعتبارها فئة بتمثل جيل هو هيبقى جيل الذكاء الاصطناعي، يعني احنا بنعتبر نفسنا جيل بيلاحق الذكاء الاصطناعي، بينما الجيل القادم هو جيل الذكاء الاصطناعي. بدون معرفة وبدون قدرة على ان احنا نشارك في هذا التطور، احنا الحقيقة هينقصنا كثير. صحيح. فالطالب لما بنوجه له دعوة للاشتراك في المسابقة، فالحقيقة بيذهب من خلال عدة يعني مستويات: البحث عن فكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، اكتساب المهارة في تفعيل الفكرة ووضعها في شكل مشروع بحثي، ازاي الادوات اللي بنسميها الميثودولوجي المنهجية في تنفيذ هذه الفكرة وهذا المشروع. نعم. وبالتالي القدرة على تقديم هذا المشروع قدام لجنة بتحكم من الاساتذة، بتحكم جودة هذا المشروع. فتخيل معايا حضرتك كم المهارات اللي ممكن يكتسبها الطالب في كل ليفل هو بيسعى الى انه يتخطاه، من ان هو بيدور على الفكرة وبيكتسب المعرفة اللازمة فيها، وبعد كده بيبحث عن مشروع لتطبيق هذه الفكرة، وبالتالي احنا بنخرج بالطالب من مستوى لمستوى تاني خالص من المعرفة في هذا. نعم. المجال. والحقيقة ده هدف كبير الجامعة بتنشده من خلال طلبة المدارس. نعم. ان شاء الله. اكيد دكتورة. طيب دكتورة، فيما يخص الطلاب، ماذا عن الفئة العمرية المستهدفة من قبلكم لهذه المسابقة؟ الحقيقة هي الفئة المستهدفة من هذه المسابقة احنا نقدر نعتبرها مثلا من صف عاشر لصف ثاني عشر، لكن هو الحقيقة احنا بنكتشف ان الصفوف اللي اقل من الصف العاشر، الصف الثامن او التاسع او حتى السابع، بيبقى ليهم مشاركات هامة جدا، وبيقدموا لنا يعني مستوى من الافكار يعني مبدع بصراحة. فاحنا بنشجعهم ودايما بنثمن مجهودهم وبنرعاهم في ان هم يلتحقوا معانا في مسابقات اكثر واكثر. نعم. دكتورة، قبل قليل تحدثتي عن مهارات قد يكتسبوها الطلاب من خلال هذه المسابقة، يا ريت نسلط الضوء أكثر على هذه المهارات وتفصيلها أيضا من قبلك. الحقيقة زي ما قلت لحضرتك، مهارة عرض مشروع بحثي هي مهارة بتاخد أكثر من صورة. أول صورة أو أول خطوة هو أنا بقوم بالبحث عن فكرة تخدم هذا المجال. لو أخذنا في الاعتبار مجال الذكاء الاصطناعي، فالطالب بيقوم بالبحث عن فكرة، وبالتالي هو قدرته على البحث على فكرة تناسب مستوى معرفته اللي هيبتدي يرتفع بأنه هو يقرأ أكتر أو يكتسب مهارات أكتر. ده في حد ذاته أول مرحلة. المرحلة اللي بعد كده إن هو إزاي يطبق هذه الفكرة في إطار مشروع
أو في إطار بروجكت أو في إطار تطبيق هيقدمه. وبالتالي دي نقطة تانية في اكتساب مهارات أخرى كتكنيكس أو كسوفت ويرز أو قراية أكتر عن الموضوع اللي هو هيقوم بعمل البحث فيه، وبالتالي بيعلى مستوى معرفته في هذا المجال. آخر جزء إحنا بنوجه الطلبة ليه هو إزاي بيقدم المشروع. فكرة تقديم المشروع لا تقل أهمية نهائياً عن مستوى معرفته بالمشروع، وبالتالي قدراته على بريزنتيشن مشروع في هذا المجال برضو بتتطور. فإحنا زي ما قلت لحضرتك بنخرج بمنتج في النهاية متطور في حجم المعرفة في المجال بالميثودولوجي أو التكنيكس اللي بيكتسبها لتطبيق الفكرة في إطار المشروع، بلس إن هو إزاي بيقدمها قدام لجنة تحكيمية، وبالتالي الكوميونيكيشن سكيلز بتاعته مستواها برضو بيرتفع. طيب دكتورة، دعينا نوضح الصورة أكثر للسادة المشاهدين أكيد، ونتكلم على الدور التنظيمي لهذه المسابقة، متى وأين وكيف؟ جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة في رحاب الجامعة إن شاء الله يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر بتقام المسابقة. بنستقبل الطلاب صباحا، وبنعانا يوم حافل بالأنشطة بداية من استقبال الطلاب بمشاريعهم، بعرض مشاريعهم على لجنة من لجان التحكيم، بآخر جزء من المسابقة إن إحنا بنقوم باختيار المشاريع الفائزة تبعا لعدة معايير بنقوم بتحديدها. الحقيقة بيبقى يوم يعني إحنا بندعوكم للمشاركة فيه، وإن أنتم تشرفونا في هذا اليوم. والله حقيقة دكتورة أنا أتشرف، وخاصة لجامعة العلوم التقنية في الفجيرة، حقيقة يعني لدورها الكبير، لتميزها، لتفردها، لاحترافيتها في التنظيم بشكل عام، سواء كان تخرج أو حتى مسابقة أو ورشة عمل ما إلى ذلك. الحمد لله إحنا يعني جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة بتعتبر من أحد الجامعات الرائدة في طرح مجال الذكاء الاصطناعي كتخصص في البكالوريوس. يعني غالبا ما فيش أي جامعة بتطرح تخصص الذكاء الاصطناعي في مرحلة البكالوريوس، الجامعة بتطرحه السنة دي، ودي خطوة هامة جدا جدا في هذا المجال. نعم أكيد بلا شك، نحن على يقين وعلى ثقة بدوركم الكبير. لا. وعلى رأس هذه الجامعة أكيد الدكتور علي بن نور أكيد أستاذ الجامعة ومدير الجامعة حقيقة، واللي نكن له كل تقدير واحترام، وباقي أيضا طاقم الجامعة أكيد بلا شك. دكتورة خلينا شوي نتعمق معك في المواضيع اللي تم تغطيتها أو راح يتم تغطيتها في هذه المسابقة، ما هي؟ زي ما قلنا ان مجال الذكاء الاصطناعي باعتباره مجال اساسي في هذا العصر بنسلط الضوء عليه، هو المجال الاساسي في المشاريع المقدمه للمسابقه. بينما احنا لو يعني حضرتك تتذكر العام الماضي احنا قمنا بعمل مسابقه في اطار الاستدامه. نعم. مجال الاستدامه ما زال مجال حيوي جدا، وبيعتبر اتجاه من الدوله في دعمه وحث المعرفه والتطوير فيه. فاحنا المجال الاساسي هو مجال الذكاء الاصطناعي، بينما احنا بنرحب برضو بمشاريع في اطار مجال الاستدامه، في اطار الهيلث كير، في إطار التكنولوجيا. كل الأفكار دي إحنا بنعتبرها يعني بيز عريضة جدا ممكن الطلبة يشاركوا فيها بكل مجهوداتهم وبمشاريعهم، اللي إحنا بنطلب منهم دايما إن استمرار إن التعاون يظل مستمر في دعم المشاريع دي، نوصل بيها لحيز التنفيذ إن شاء الله. إن شاء الله أكيد. طيب دكتورة خلينا نروح للجنة التحكيم وتحكيم هذه المسابقة تحديدا، والسؤال هنا ما هي المعايير التي تقام لتقيم الطلاب في هذه المسابقة؟ عندنا أكثر من معيار. معيار الأول هو مدى ابتكارية الفكرة، قد إيه الفكرة مبتكرة، قدرة الفكرة على التنفيذ، إن إحنا إزاي نوصل بالفكرة إلى مشروع بيخدم المجتمع، تطوير الفكرة والميثودولوجي وتطبيقها، المنهجية اللي تم الاستعانة بيها في تطبيق هذه الفكرة، إلى إضافة إلى العرض لهذه الفكرة، بريزنتيشن لهذه الفكرة كيف بيتم. من خلال هذه المعايير احنا بنضع الطالب في إطار من بحث لفكرة مبتكرة إلى كيفية تطبيقها، إلى الوسائل اللي هيتم استخدامها للوصول بها لمشروع بحثي أو مشروع حيوي نقدر ننفذه، مدى أهمية الفكرة في مجال الذكاء الاصطناعي وقدرتها على خدمة المجتمع من خلاله، وآخر جزء هو كيفية عرض الفكرة.
فالحقيقة دي المعايير اللي على أساسها إحنا بيتم تحكيم المشروع، ومن خلالها إحنا بنقيم كل المشاريع المقدمة إن شاء الله. نعم إن شاء الله. دكتورة، وصلنا للسؤال والذي يترقبه أغلب المشاركين في هذه المسابقة وتحديدا عن الجوائز، هل هناك جوائز راح تقدم لهذه المسابقة؟ وإن كانت هناك جوائز فما هي تلك الجوائز؟ عندنا مجموعة كبيرة من الجوائز إن شاء الله لمراكز متعددة في المسابقة، من جوائز من أجهزة إلكترونية لميداليات لشهادات حضور. يعني الحقيقة عندنا كذا مركز بإذن الله في المسابقة، بنتطلع يعني إن احنا ما نبقاش مقيدين لمجموعة محددة. احنا في نيتنا إن شاء الله إن احنا يعني يبقى عندنا أكتر من مركز في طريقة التقديم، عدد نسب المشاركة، ابتكارية الفكرة، منهجية الفكرة. فإن شاء الله كل دي مستويات على أساسها يتم التقييم، وإن شاء الله بنمنح فيها كل الفائزين جوائز إن شاء الله تنال إعجابهم بإذن الله. أكيد بإذن الله. طيب دكتورة، ماذا عن التحديات أيضا التي قد واجهتكم في تنظيم هذه المسابقة، وكيف تم التغلب على هذه التحديات أيضا؟ أولا مجال الذكاء الاصطناعي ده مجال مليء بالتحديات بلا شك، وقدرة تنظيم حدث بيرعى هذا المجال بكل تطوراته دي قدرة مش هينة. واحنا الحمد لله في جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة بنتلقى دعم كامل لرعاية مثل هذه المسابقات. العدد احنا يعني زي ما حضرتك تفضلت في الاول عندنا عدد من المشاركات يقترب من 140 فريق بمشاركة اكتر من 23 مدرسة. بنرحب بوجودهم جميعا في حرم الجامعة، وزي ما في تحديات كتيرة فاحنا بنبقى سعداء بالتغلب على هذه التحديات، وان شاء الله المسابقة تكون في احسن صورة وتنال رضا كل الطلبة والجميع باذن الله. جميل هذا التواصل حقيقة بين جامعة هي تجمع هذه المدارس حقيقة، مثل الأم التي تحتوي أبنائها حقيقة، أشبهها بذلك. فكل الشكر والتقدير لإدارة الجامعة أكيد على هذه الجهود الكبيرة. خلينا نتكلم عن أولاد هذه الأم، خلينا لو نصح التعبير المدارس، ما هي المدارس أو من هم المعنيون في المشاركة في هذه الجائزة من قبل الجهات التعليمية والتدريسية أيضا؟ الحقيقة جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة بتنتهج طريق في دعم طلبة المدارس. عندنا أكتر من مسابقة إن شاء الله رب العالمين بإذن الله بنجهز كمان لتحضيرها في إطار تشجيع طلبة المدارس. فهو إن صح التعبير فإحنا بنرعى رعاية كاملة طلبة المدارس من خلال دعوتهم للمشاركة، ومن خلال إن إحنا بيتم التواصل معهم لحين ميعاد المسابقة في إطار إذا كانوا يعني محتاجين لأي دعم علمي أو كيفية الخروج بالفكرة لأحسن شكل. بلاص ان احنا عندنا اتجاه ان احنا ندعم المشاريع حتى بعد المسابقة بالتواصل مع المدارس، ويعني المساهمة العلمية من قبل أساتذة الجامعة في الوصول بالمشروع إلى حيز التنفيذ. فإحنا بعد المسابقة بيبقى فيه العديد من الخطوات في رعاية المشروع المقدم، بندعوهم إن إحنا نعمل أوراق بحثية تنشر في مجلات علمية، بندعوهم إن إحنا نقوم برعاية المشروع للخروج به إلى الصورة النهائية إذا كانت الفكرة المقدمة مجرد فكرة وتحتاج لدعم للتنفيذ. فالحقيقة إحنا بنتواصل معهم حتى بعد المسابقة، وبنجهز إن شاء الله في المستقبل العديد والعديد من المسابقات اللي بترحب بكل يعني ما شاء الله قدراتهم اللي هم نفسهم بيفاجئونا بيها. يعني إحنا بنبقى متخيلين مستوى بنتفاجأ بأن ما شاء الله يعني المستوى أكتر مما نتصور، ودي حاجة بتفرحنا وبتشرفنا جدا إن إحنا نكون جزء من منظومة الدعم لطلبات المدارس في هذا الاتجاه. أكيد أكيد دكتورة. طيب دعينا أيضا نتحدث عن الخطط المرسومة لتوسيع هذه الجائزة، إن كانت هناك خطط لتوسيع هذه الجائزة بشكل أكبر في المستقبل، وتحديدا أو بين قوسين خلينا أقول وعلى الصعيد الشخصي، لما لا تكون هناك خطة لجعل هذه المسابقة ليست فقط محكورة على مدارس إمارة الفجيرة، لما لا تكون للإمارات كلها؟
ده حقيقة هو في مسابقة الذكاء الاصطناعي احنا ما بوجهناش الدعوة لطلبة مدارس الفجيرة فقط. نعم. احنا قمنا بتوجيه الدعوة لطلبة مدارس على مستوى الامارات. نعم. والحقيقة تلقينا مشاركات من عدة امارات. جميل. من امارة الشارقة. جميل. مع بالاضافة الى امارة الفجيرة. واحنا عندنا خطة ان شاء الله طويلة المدى باستمرار المسابقات وان احنا نرفع المستوى بتاعها عشان تغطي كل الامارات. بنشجع المدارس في إمارة دبي في إمارة أبو ظبي إن شاء الله عندنا خطة لأن يكون عندنا سلسلة من المسابقات في مجالات مختلفة رعاية المشاريع بعد المسابقة. فعندنا حقيقة خطة طويلة المدى إن شاء الله بوجود مسابقات مستواها بيعلى من مرحلة لمرحلة يعني على حسب المشاركات الكتيرة اللي بتوصلنا من عدة إمارات. نعم أكيد كل الأمنيات حقيقة بالتوفيق لكم في الجامعة. دكتورة رسالة أخيرة تحبي توجهينها للطلبة وللسادة المشاهدين أيضا من خلال برنامج الفجيرة تجمعنا؟ الحقيقة هي الرسالة اللي أنا بحب أوجهها لأبنائنا الطلبة ولكل المدارس المشاركة إن المجال الذكاء الاصطناعي هو مجال أصبح أساسي في حياتنا. تجاهلنا لمقدار التكنولوجيا المتطورة اللي بتحدث من يوم ليوم ومن ساعة لساعة مش في مصلحة أي حد. فأنا بشجعهم للمشاركة، بشجعهم على المعرفة، بشجعهم على البحث الدائم وإن احنا نكون جزء من منظومة التطور اللي بتحصل بسرعة جبارة في مجال الذكاء الاصطناعي. كل الدعم، كل التأهيل للمشاركة الفعالة، بنحس كل الطلبة على إن هم يستزيدوا من المعرفة بمساعدتنا إن شاء الله رب العالمين. ده بيؤدي إلى إن احنا ما نكونش منفصلين نهائيا عن مدى التطور ونكون جزء فيه، وده بيرفع طبعا درجة وعي الجيل لدرجة كبيرة جدا بتخلينا نشرف إن احنا كنا جزء من زيادة هذا الوعي. يعطيكم العافية حقيقة. وأنا تشرفت بتواجد أكيد دكتورة يمنى شاكر عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة. طبعا تحياتنا لجميع طاقم جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة. أكيد سعد جدا بتواجد دكتورة، أتمنى أن تكون هناك لقاءات أخرى إن شاء الله تجمعنا في الفجيرة تجمعنا إن شاء الله. أنا سعيدة جدا حقيقة بهذا اللقاء وبأكرر الشكر وبأثمن كل المجهودات اللي بنلقاها من تلفزيون الفجيرة وبنشرف بتكرار الدعوة ليكم. نكون سعداء جدا بصحبتكم إن شاء الله يوم المسابقة وإن شاء الله دايما نلقاكم في يعني مسابقات مهمة ومشاركات أكثر أهمية إن شاء الله. شكرا دكتورة. شكرا. نعم مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقات القادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي أخوكم علي اليماحي وتحيات طاقم العمل ودمتم بخير.